حسبي الله ونعم الوكيل. منين بدي اجيب اكل لهالولاد؟ والله تعبت انا اليوم، ما ضل معي مصاري. لا حول ولا قوة الا بالله، اولادي جوعانين. يا الله شو اعمل؟ يا الله مين هذا الشاب؟ عجب، بنيته ابن حلال، بلكي ساعدني. لا حول ولا قوة. مرحبا خالد. اهلا وسهلا. هاي انا جاي اسقطك بطلبي، يعني لو سمحت والله اولادي جوعانين. وصلي من الصبح هلا عم بدور على اجري، ما حدا عم يعطيني. عندي ست اولاد وانا مرة ارمله، يعني فهمت علي؟ والله لا تفكرني شحاده، بس اذا صدقك ارزق الله. طيب اختي، شو المطلوب مني؟ انا ماني طالبه منك شيء، بس طالبه منك تعطيني حق خبز اطعمي اولادي، والله صار لهم جوعانين يومين. والله يا اختي الحال من بعضه، انت بتعرفي ما في شغل هالزمن ما عم نسوي شيء. الله يبعت لك يا اختي، والله لو فيني اساعدك والله من عيوني. خلص اخي ولا يهمك، انا مالي غير الله، الله اللي بيعطي والله كبير. اهلا وسهلا يا اخي، الله يعطيك ويبعث لك يا رب. الله يعين العباد. خلص حسبي الله. السلام عليكم خالد. وعليكم السلام. شو اخبارك؟ هلا. بس بدي اسالك سؤال معلم. تفضل. طيب شفت هي المرأة المحجبة هيك، هي المسلمة اجت لعندك، شو بدها منك؟ والله لا. الله يعين العالم يا زلمة، مرة محتاجة وعندها اولاد خالد، بدها تطعميهم يتامى. الله يعينها وعين العباد يا رب. يتيمة الله يعينها. مسلمة قلت لي ما؟ ايه مسلمة الحمد لله، يعني حرام انا بزعل عليها كثير، بعرفها لهي المرأة، مسلمة بتصلي وبتصوم والله، الله يستر عليها بنت حلال، ولادها يتامى، جوزها ميت، الله يستر عليها يا رب. اه هيك لك. بس انا اخر كلمة يمكن سمعتها قالت انه الله برزقني، ما ادري الله ببعث، الله هيك شيء سمعت الله هيك شيء. صح هيك قالت. هيك قالت ما؟ هيك قالت. قلت لي الله رح يرزقك، قالت لك الله رح يرزقك. الله كريم. طيب ما في ارحم منه، ما في ارحم منه. طيب قوم معي شوف لوين عاوزك. تعال بدك تساعدها للمره اللي الله بيبعث لها. قوم معي شو تعال. لك صحيح انت بتعرف هذا المخلوقه رح رايحين؟ ايه بعرفها، جارتنا هي بالحاره، يعني بتعرفها اكيد؟ ايه بعرف. ما نخربت انا اروح بيتها. لا مشي معي. انا وين انا بدي اروح مخسيك هدولي. ليش؟ سوق سوق. هلا تعطيها، تعطيها للبنت المره اللي قلت لي عنها، بتقول لها هدول من مين؟ اذا سالتك هدول من مين ايش بتقول لها؟ بتقول لها هدول من الشيطان. الشيطان؟ ايه انت بتعطيها وبتقول لها هدول من الشيطان. ماشي؟ هات لنا بنت، هذا اللي بدي اعمله لشوف مين رح يروح يبعث لها اياها. يلا عم استناك رد لي جواب. ماشي. لا يا ابني ما بدي اعرف مين، هلا انا طلبت من الله، ولما الله بده يبعث لي بسخر البشر والشياطين لحتى يجيوا لي. علي ان اعبده كما امرني، وعليه ان يرزقني كما وعدني. علي ان اعبده كما امرني، وعليه ان يرزقني كما وعدني. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. والله كلامك جوهري الناس، الله وراد اللي بعد ببعد. الحمد لله على كل حال، ويعطيك العافيه. سلام. وين هذا تاخر يا الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ هلا صار معك؟ اليوم مشيت على الغرام وقالت لي قال الحرف بدي اقول لك اياها بالحرف الواحد. قال لي شو؟ قالت لي قالت لي ازاي؟ الله بده يبعث لي مسلط الشياطين والعبد لحتى يبعث لي. هيك قالت لك؟ ايه وقالت الحمد لله على كل شيء. لا إله إلا الله. بتصدق؟ هالكلمة ذبحتني من ورا هالبنت، مع إني ملحد رح أسلم. أشهد إنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بتصدق؟ الله هداني على إيد هالمرة. شو زينك؟ أنا ملحد كنت، بس هلا اعتبرني من الإسلام الحمد لله. سبحان الله. هاي المرة راح تصير مو رايح مثل أختي، أي شيء بالزمن أنا جاهز.